طبعا تقوم لجنة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإدارة المحلية والبلديات مكتب الخدمات الفنية بتجهيز ملعب جانب منشأة الفرات الرياضية. طبعا هذا الملعب على أيام داعش كان سوق لبيع السيارات والسيارات هنا المسروقة. طبعا حاليا احنا كلجنة الشباب والرياضة نعمل على إزالة هذه السيارات، في بقايا سيارات محروقة وإزالة الركام الموجود في هذه المنطقة، وإن شاء الله بالأيام القريبة العاجلة سنقوم بافتتاح هذا الملعب لممارسة الشباب هواياتهم والأنشطة الرياضية، ويصبح ملعب إن شاء الله جاهز في الأيام القريبة القادمة.